السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. سقوط طائرة بحاسي البكرة 30 كيلومتر عن حاسي مسعود بولاية ورقلة، الطائرة صغيرة الحجم. الحمد لله على نجاة طاقم الطائرة من الموت المحقق بعد المحاولات جنوحها وتفادي ارتطامات بالرمل خوفا من انفجارات واشتعال النيران فيها. الطائرة كانت تحمل القائد ومرافقه في خرجات تدريبية. لا تنسى الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.